مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله أنكم تمام. معكم أمين. بالحقيقة في بعض الناس ما بيعرفوا أنه في قسم كبير من الجامعات الخاصة بتعمل تخفيضات وبتقدم حصوم للأخوة والأشقاء من نفس العائلة واللي بيسجلوا عليها، وبهذا الفيديو رح نحكي عن بعض أهم الجامعات اللي بتعطي حسم للأخوة اللي بيقدموا عليها من نفس العائلة. ورح نبدأ بجامعة جليش من اللي تأسست عام 2008 واللي بتعتبر هلأ أحد أهم المراكز التعليمية الدولية. الجامعة بتقدم خصم 5% للأشقاء اللي بيقدموا عليها بغض النظر عن التخصصات. تاني جامعة معنا اليوم هي جامعة باشا شهير اللي تأسست عام 1992 وبتحتل ترتيب كتير منيح بين الجامعات التركية، وحصلت جامعة باشا شهير على جائزة الأمم المتحدة للتعليم العالي. طبعا جامعة باشا شهير بتقدم حسم بقيمة 10% للأخوة من نفس العائلة اللي بيسجلوا فيها. وثالث جامعة معنا اليوم هي جامعة البيروني اللي تأسست عام 2014، وبالرغم من تاريخ تأسيسها الحديث إلا أنها بتعتبر من أهم الجامعات التركية بالمجالات الطبية. جامعة البيروني بتعمل حسم بقيمة 5% للأخوة اللي بيسجلوا عليها من نفس العائلة. ومن الجامعات كمان جامعة ألتنباش اللي تأسست عام 2008، وحكينا قبل هالمرة بفيديو سابق أنه الجامعة عم تشهد تقدم وتطور ملحوظ بالفترة الأخيرة سواء كان بالمجالات الطبية أو بالمجالات الهندسية. وبكل الأحوال جامعة ألتنباش بتقدم حسم بقيمة 15% للأخوة اللي بيقدموا عليها من نفس العائلة. وآخر جامعتين معنا اليوم هي جامعة إسطنبول كولتور اللي بتعمل تخفيض بقيمة 10% وجامعة ينيوزيل اللي بتعمل تخفيض بقيمة 5% بالنسبة للأخوة اللي بيقدموا عليها. حتى نعرف أكثر عن الجامعات اللي ذكرناها وحتى نعرف الجامعات الثانية اللي بتعمل تخفيضات للأخوة اللي بيقدموا عليها بنفس الوقت، ادخلوا على الرابط اللي حطينا لكم إياه بصندوق الوصف. هذا كان كل شيء معنا اليوم، بتمنى المعلومات بتكون فادتكم، وإذا كان عندكم أي تساؤل بخص التعليم بتركيا رجاء اتركوا لنا إياه بالتعليقات أو تواصلوا معنا على الأرقام والإيميل اللي ظاهر أمامكم. مع تمنياتنا لكم بدوام التفوق والنجاح، يعطيكم العافية.